السلام عليكم يا باشمهندسين، خلينا نكمل مع بعض المحاضرة السادسة في رسم الري. محاضرة النهاردة إن شاء الله هنبدأ في رسم الأرش بريدج. ده أول منشأ من منشآت الري عندنا، وإحنا قلنا قبل كده إن الأرش بريدج بستخدمه لو عندي طريق تقاطع مع مجرى مائي، وقتها بعدي المجرى المائي تحت الطريق في فتحات. الفتحات دي من فوق بتبقى على شكل أقواس أو أرش. عشان ترسم صح لازم تبقى عارف المنشأ نفسه بيتكون من ايه، او انت هترسم ايه اصلا. فاحنا قلنا في حالة الارش بريدج بيبقى في عندي مجرى مائي في الاتجاه ده، المياه ماشية في الاتجاه ده، وحصل تقاطع مع طريق في الاتجاه العمودي عليه. ففي الاتجاه العمودي عليه هعدي الكوبري. طيب ادي المجرى المائي بتاعي، هبتدي ابني ايه؟ مفروض ان احنا اول حاجة عندنا الحاجات اللي بتشيل المنشأ نفسه اللي هو السبستراكشر، وقلنا دي نوعين، الريتيننج وول او الحوائط السنيده بتبقى من ناحيتين، عندي يمين وشمال، وفي النص عندي البير او البغله اللي بتفصل ما بين الفتحات. طيب بالنسبه للريتيننج وول هو قسمها عندك لثلاث اجزاء، جزء الاباتمنت او الكتف، وده بيبقى في النص اللي بيتحمل عليه القرش نفسه. فانت بيبقى عندك ادي القرش في الفتحه دي متحمل الناحيه دي على الكتف والناحيه الثانيه على البير. طيب بالنسبه للجزئين التانيين، جزء خلاه في الداون ستريم وجزء تاني في الاب ستريم، واحد في بداية المنشأ والتاني في نهاية المنشأ. دول وظيفتهم ايه؟ دول بيتعاملوا مع الاتربة، بيسندوا الاتربة بتاعت المجرى المائي نفسه. يعني ان المجرى المائي بيبقى فيه بيرم وبيدز وورود والكلام ده، فعشان امنع الاتربة ان هي تنهار على المنشأ او على الفتحات بعمل الحطين دول عشان يسندوا لي الاتربة. اما اللي في النص دي بتشيل لي القرش. طيب ايه الفرق ما بين الاب ستريم والداون ستريم، او ليه فرق لي ما بين الاثنين؟ لما نيجي نشرح كلمه اب ستريم وداون ستريم، ونفترض ان ادي المجرى المائي والميه فيه ماشيه في الاتجاه ده، وعندي ادي الطريق اللي تقاطع معاه، وفي منطقه التقاطع دي بعمل الكوبري. طيب الكوبري كده، الجزء اللي قبل ما الميه تدخل الكوبري ده بسميه الاب ستريم، وبعد ما المية تدخل وتطلع الناحية التانية ده بيبقى الداون ستريم. يعني بيبقى عندي في اب، يبقى في عندي اب قبل المنشأ، المية تدخل تحت الكوبري تطلع الناحية التانية، ده بيبقى الداون ستريم. ليه نفرق ما بينهم ان في اب ستريم وداون ستريم؟ لان اوقات كتير بتبقى المناسيب بتاعت المية هنا وبتاعت البيد والبيرم وكل الكلام ده مختلفة عن الداون ستريم، يعني قبل غير بعد. عشان كده دايما في اي منشأ ري هتلاقي فيه اب ستريم وداون ستريم. طيب بعد ما خلاص عملت الساب ستراكشر اللي هو اللي بيشيل المنشأ، بتيجي من فوق تعمل القرشات، واحنا شرحنا القرشات وازاي بتترسم من السبرينج ليفل والزاويه بتاعتها والتخانه وكل الكلام ده. قلنا بعد ما بنبني الحيطه اللي بتشيل القرش بيبقى فيه جزء بعدين بقفل بخرسانه عاديه بميل 5:1 او 4:1، بيبقى من ناحيتين زي ما انت شايف هنا، ومن فوق بردم عندي بالاتربة وبطلع بالسور بتاع الكوبري نفسه. هتلاقي خلاص بعد ما رسمت السبستراكشر وعملت ورسمت القرشات وقفلت بالخرسانة العادية بالميول بتاعتك، طلعت بالسور بتاع الكوبري او الهاند دريل، ده بيبقى بارتفاع 1 متر، وبعدين بتردم الاتربة وتعمل الرصيف وكل الكلام ده. دي مكونات الارش بريدج لو فهمتها صح، بالإضافة لجزء الإرث ووركس أو الأعمال الترابية اللي إحنا خدناه في أول محاضرة، الاتنين مع بعض بيكونوا لي الأرش بريدج. يعني لو أنت فاهمهم صح مش هيبقى عندك مشكلة في الرسم. قبل ما ندخل في رسم الأرش بريدج، في عندي حاجتين بيظهروا في كل منشآت الري. أول حاجة منهم اللي هي البيتشنج أو التدبيش. زي ما اتفقنا إن إحنا قطاع المجرى المائي بيبقى فيه ميول، الميول اللي بتوصلني ما بين البيد والبيرم والرود. الميول دي بتكون أتربة، فسهل اللي يحصل لها انهيار. انا عشان احافظ على الاتربة دي وعلى الاتزان بتاع الميول بتاعتها، مفروض ان انا بستخدم زي طوب كده او نوع من الصخر بسميه الدبش او التدبيش، وزي ما انت شايف هنا في الصورة بعمل تدبيش للميول. شكلها ازاي في الرسم لما باجي بمثلها؟ ادي عندي مثال لميل 3:2 بيوصلني من منسوب 2 لمنسوب 4، وقلنا عشان احافظ على اتزان الميل ده وما يحصلوش انهيار بعمل له تدبيش. تدبيش يعني بالمعنى البلدي كانك بتبلط الميل ده، بتحط كده بلاط او يعني طوب بمونه عشان تحافظ عليه ان هو ما ينهارش. طيب التدبيش ده
هل انا بعمله للميل بس؟ لا، بدخله نص متر في كل منسوب افقي، يعني بدخله نص متر هنا في المنسوب 4 وبدخله نص متر في المنسوب 2، كأنك عملت سبورت كده او رجل عشان يتسند عليها، فانت بتزود اتزانه اكتر، لان انت لو عملت تدبيش للميل بس برضو مش ستيبل، هما الاتنين التدبيش بالاتربة هما الاتنين ممكن يحصل لهم انهيار، فانت عشان تزود الاتزان بتعمل زي رجل كده بيتسند عليها فوق وتحت. طيب، شكل الانديكيشن بنرسمه ازاي بتاع التدبيش ده؟ في حالة ان انت اخد قطاع زي هنا، انت اخد سيكشن فيه قطعت فيه، وفي حالة ان انت عملته اسقاط في البلان زي الرسمة اللي تحت دي. بالنسبة للسيكشن، المفروض ان التدبيش بيترسم مربعات نص متر في نص متر جنب بعض، والتهشير بتاعها المفروض ان هو بيتعمل خطوط مايلة بزاوية 45 درجة، بس كل طوبة عكس التانية، يعني دي تهشير بخطوط 45 درجة، المسافة ما بين كل خطين يعني زي 1 ملي 2 ملي. لما تيجي تعمل الطوبة اللي جنبها ماشي خطوط مايلة ب45 درجة بس في الاتجاه العكس، كل طوبة عكس اللي جنبها. ده في حالة ان انا اخد قطاع في التدبيش او البيتشنج. طيب، لو انا عاملاه اسقاط زي ما انت شايف في البلان في الرسمة اللي تحت دي، ادي بداية الميل اللي هو 3 ل 2 وادي نهايته، قلنا ان هو بيدخل مسافة نص متر في كل منسوب، فباجي اخد خط على بعد نص متر، خط تاني على بعد نص متر. انديكيشن التدبيش في الاسقاط مفروض ان هو زي ما انت شايف كده بيبقى عامل زي خلية النحت، ما بتاخدش فيه قطاعات او حاجة. طيب، ده بالنسبة للتدبيش. طيب، تاني حاجة بتظهر لي في منشآت الري السلم اللي بيوصلني ما بين المستويات المختلفة. احنا قلنا عندنا 3 مستويات، البيد والبيرم والروت، وقلنا ساعات الفلاحين او عمال الصيانة بيستخدموا سلم عشان يطلعوا ما بين المستويات دي. طيب، السلم بيترسم ازاي؟ ونفترض ان ده ادي عندي بيد، الميل 1 ل 1 بيطلعني للبيرم. لما اجي اعمل سلم في الميل ده، مفروض ان السلم هياخد نفس الميل بتاع 1 ل 1. طيب، الاستبات اللي انا بستخدمها مفروض ان هي 20 في 20، دي ابعادها بتبقى 20 في 20 يا 25 في 25. فانا لو استخدمت السلم السلالم بتاعته كل سلم 20 في 20، فمفروض في ميل 1 ل 1 هتبقى كل سلمة 20 في 20 نفس البعد. طيب، لما اجي ارسمها في البلان والاليفيشن والسايد فيو، بالنسبة للبلان، بلان يعني انا باصه من فوق، فانا مفروض هشوف ال20 دي، انا هشوف عندي كام سلمة وهشوف المسافات دي مفروض ان هي 20 سنتي، المسافات دي 20 سنتي. طيب، لو انا هشوف في الاليفيشن هبص كده، المفروض برضو ان انا هشوف المسافة دي اللي هي 20. ففي الميل 1 ل 1 السلم ما بيفرقش سواء بلان او اليفيشن، كلهم 20 سنتي. طيب، لو الميل 2 ل 1 بقى، هي دي المشكلة، احنا او مش مشكلة يعني، هي بس بتاخد وقت في الحسابات. ميل 2 ل 1 مفروض ان انت عندك 2 افقي ل 1 راسي، يعني المسافة الافقية ضعف المسافة الرأسية. فلو انا مستخدمة الاستبات 20 في 20، لا، مفروض ان هي تبقى 20 في 40 عشان تمشي مع الميل 2 ل 1. طيب، في البلان انا هبص من فوق، يبقى انا مفروض هشوف المسافة 40، فيبقى المسافة ما بين الخطوط لما ارسم السلم في البلان 40، لكن لما ابص في الاليفيشن ابص الناحية دي، يبقى انا هشوف المسافة اللي هي 20. فلما ارسم السلم في الاليفيشن مفروض ان هو المسافة ما بين الخطوط اللي بتوضح لي السلم دي تبقى 20 سنتي. خلينا نبدأ في رسم الارش بريدج. المفروض ان هو في كل منشآت الري بيديك البلان، بيديك بلان بس، المفروض ان انت بتستنتج منه باقي المساقط اليفيشن وسايد فيو. طيب، البلان اللي هو بيديهولك بيبقى دايما هاف ايرث موفد. يعني ايه هاف ايرث موفد؟ يعني شايل نص الاتربة. احنا المفروض ان احنا متفقين ان قطاع المجرى المائي بيبقى متماثل حوالين السنتر لاين، ادي السنتر لاين بيبقى فيه اتربة في النص ده، المفروض هي نفسها موجودة زيها بالظبط في النص ده، بس انا بشيل الاتربة في النص ده عشان اوضح التفاصيل اللي تحت الارض، اللي هي بوضح الحيطة والاستبات بتاعتها والميول قبل ما انا بردم عليها بالاتربة، عشان كده بديني البلان هاف ايرث ريموفد، او انا بشيل الاتربة في النص ده. طيب، ايه اللي بيطلبوا مني في الرسمة؟ اول حاجة انت بترسم البلان اللي هو البلان هاف ايرث ريموفد ده، بتنقله زي ما هو كده في السكتش او اللوحة بتاعتك. يبقى اول حاجة مطلوب بترسم الجيفن بلان، بعدين بتعمل سكشن اليفيشن، وبعدين على حسب بيطلب منك سكشن فين، في الاب ستريم سايد فيو ولا الداون ستريم.
احنا اتفقنا ان ادي المنشأ في النص، اللي قبله بيبقى upstream واللي بعده بيبقى downstream. ده بفرض ان دايما المية ماشية كده، يبقى قبل ما المية تدخل في المنشأ upstream، دخلت وطلعت الناحية التانية، بقى ده downstream. خلاص، يبقى انت المطلوب منك في منشأة الري given plan have earth removed، بعدين ال elevation، بعدين على حسب ما يطلب الاتنين side view او واحد منهم. في المثال اللي عندنا ده الارش بريدج، مفروض ان انت مش هينفع تعرف ترسم او تفهم الارش بريدج او بترسم ازاي من غير ما تراجع المحاضرة بتاعت رسم الارش والتفاصيل بتاعتي، لان بالنسبة لك دي هتبقى رموز، يعني دي الغاز بالنسبة لك. لو انت ما شفتش المحاضرة بتاعت الارش بريدج مش هيعرف، مش هتفهم احنا بنرسم ايه. طيب، المعطى بتاعك في الارش بريدج، الارش نفسه الزاوية بتاعته 90 درجة، السبان بتاع كل فتحة 5 متر، قلنا السبان اللي هو بيبقى من الحيطة للبير، يعني الفتحة الصافي بتاعتها العرض بتاعها 5 متر. سبرينج ليفل مفروض 13.5 اللي انا ببدأ منه اعمل القرش. السكنس بتاع القرش 51 ملي متر، والخرسانة العادية اللي انا عاملها من تحت البروجيكشن بتاعها او الرفرفة 3/10، والسكنس بتاعها او السمك 0.5 متر. طيب، زي ما هو الترتيب كده بالظبط، مفروض ان انا هبدأ برسم البلان. لو انت رسمت البلان صح الباقي اسقاط منه، انت لازم تنقل البلان عندك صح وتعرف تحسب الميول بتاعتك. خلينا نبدأ برسم البلان بتاع الارش بريدج. مفروض ان انا في نص اللوحة كده باجي اعمل سنتر لاين افقي وواحد عمودي عليه في النص، عشان مفروض ان انت عندك كل منشأ بيبقى متماسك. طيب، هتبدأ برسم ايه؟ خلينا نبدأ برسم المنشأ نفسه اللي هو الكوبري ومتحمل على بغلة، وبعدين نبدأ نرسم الايرث ووركس بتاعة المجرى المائي نفسه. طيب، انت مفروض ان هو في الرسمة مدي لك عرض الطريق او الكوبري 9 متر، فانت هتيجي يمين وشمال، ادي 4.5 من السنتر لاين، تعمل الكوبري بتاعك. بدايتهم ونهايتهم فين؟ انت عمل خطين عمل لغاية ما الرسمة تتضح معاك، فعملت الكوبري والمسافة ما بينهم 9 متر. طيب، تيجي بعدين الكوبري ده متحمل على 2 بير في البلان. في السلايد اللي فاتت عندك بغلتين، المسافة ما بين البغلة والتانية اللي هو العرض الصافي بتاع الفتحة هو مديهولك 5 متر. طيب، انت باصص من فوق في البلان، هل البغلة دي انت شايفها؟ لا، انت شايف الكوبري وهو من تحت، فالبغلتين هيظهروا داش لاين. انت لما تيجي ترسم البير والبير التانية مفروض ان هما بيظهروا داش لاين. ادي بير هو مديك عرض البغلة نفسها 1 متر، فالمسافة دي 1 متر، نفس الكلام من المسافة دي 1 متر. طيب، المسافة ما بينهم اصلا كان هو كام؟ هو مديك ان السبان او العرض الصافي 5 متر، فانت هتيجي من هنا 2.5 تعمل داش لاين، اول داش لاين 1 متر عشان هو عرض البغلة 1 متر، تعمل الداش لاين التاني، نفس الكلام من الناحية التانية. طيب، البغلة دي من تحت متحملة على قاعدة من الخرسانة العادية، هو مديك ان الرفرفة البروجيكشن بتاع الخرسانة العادية دي 3/10، فبرضو عشان انا باصة في البلان مفروض ان التفاصيل دي هتظهر لي داش لاين، فلما اجي ارسم الخرسانة العادية هاخد 3/10 من كل خط وارسم اللي هو الخطوط الزرقاء دي، دي بتمثل لي القاعدة بتاعت الخرسانة العادية. البغلة نفسها في بدايتها ونهايتها بتبقى كيرف، مش بتنتهي شارب كده او مستطيل، بس بتبقى بارزة عن الكوبري نفسه، يعني بتبقى ظاهرة فما بتظهر ليش داش لاين. فانا مفروض ان انا هقفل الخرسانة العادية والبغلة نفسها بدايرة على حسب الابعاد، يعني البغلة نفسها الدايرة دي الدايمتر بتاعها او النص دايرة اللي ظاهرة دي الدايمتر بتاعها 1 متر، هتزود عليها 3/10 او 3/10 تعمل نص الدايرة التانية اللي بتمثل لك الخرسانة العادية. طيب، مفروض ان انت خلصت الكوبري من فوق وهو متحمل على بغلتين او 2 بير، ومفروض ان الكوبري عندك 3 فتحات كل فتحة 3 متر. بالنسبة للفتحتين اللي على الاطراف دول مفروض ان القرش متحمل على البغلة الناحية دي والناحية دي الحيطة، نفس الكلام الناحية التانية القرش متحمل على البغلة وحيطة. طيب، الحيطة هنا مش هتظهر عشان هي تحت الاتربة، قلنا ان انا برسم بلان هاف ايرث ريموف، لكن هنا الحيطة هتظهر عشان انا شايلة الاتربة من النص ده. طيب، يبقى انت من البغلة نفسها هتاخد 5 متر عرض الفتحة وتعمل لي بداية ونهاية الحيطة،
خلاص يبقى انت رسمت الكوبري عندك 3 فتحات، عرض كل فتحة 5 متر. بعدين هترسم ايه؟ هترسم الأتربة، تمام؟ اتبع الخطوات دي او اعمل اللي انت عايزه، المهم ان انت ترسم البلان في الاخر. انا واحدة رسمت المنشأ نفسه وبعدين رسمت الأتربة. الأتربة عشان ترسمها انت مفروض ان انت تراجع المحاضرة الاولانية بتاعت الاعمال الترابية او الايرث ووركس عشان تعرف ترسم المسافات دي بناخدها ازاي. انت مفروض بيبقى عندك 3 مستويات، القاع وبعدين عندك البيرم وعندك الرود وبينهم ميول، فانت المسافات دي بتتحسب. خلاص رسمت الأتربة وعند التقاطعات بنعمل كيرف، وبرده في محاضرة احنا شارحين ازاي بتعمل الكيرف وازاي تحدد السنتر بتاعه، مفروض ان انت تراجع المحاضرات دي. بعد ما خلصت رسم الايرث ووركس، اخر جزء عندي برسمه اللي هي الحوائط السانده اللي بتشيل المنشأ. في حيطة هنا تحت الأتربة بس اللي بيظهر منها اللي هو الأب ستريم وينج وول والداون ستريم وينج وول. احنا قلنا ان انت الحوائط السانده اللي بتشيل الكوبري قسمها ل3 اجزاء، اباتمنت واب ستريم وينج وول، حيطه في قبل المنشا وحيطه بعد المنشا اللي هي داون ستريم وينج وول. قلنا الاباتمنت ده بيشيل المنشا، هو ليه وظيفتين، يعني هو بيشيل المنشا وبرده بيشيل الاتربه او بيمنع حمل الاتربه ان هي تيجي على المنشا. طيب يبقى الاباتمنت هنا تحت الاتربه، وهنا الحيطه اللي في البدايه مفروض ان هي ظاهرة، وفي حيطة في النهاية برضو هي ظاهرة. هنا في الجزء اللي متشال منه الأتربة الحيطة كلها هتظهر بتفاصيلها، وعشان تعرف ترسمها صح مفروض ان احنا اخدين محاضرتين كاملين عن رسم الريتينينج وول او الحوائط السانية. في محاضرة عن الحوائط السانية الطوب وفي محاضرة عن الحوائط السانية خرسانة عادية. هو في المثال ده مفروض ان هو مدينا الحيطة اللي انا مستخدماها طوب، او ان انا مستخدمة الاستبات اللي هي كل استب 13 في 50. طيب فانت هتيجي ترسم الحيطة اللي هي، خلينا نبدأ في الاب ستريم. الحيطة مفروض ان هو عندك مديك ابعادها، الحيطة بتاخد شكل الأتربة، يعني هنا في عندك ميل واحد لواحد والحيطة بعدين مكملة أفقي، فهي مفروض ان انت الحيطة هتلاقيها اخد الميل واحد لواحد، يعني الجزء ده ميل واحد لواحد وبعدين كسرة أفقي. المسافة دي كام؟ مفروض ان هو مديك الطول ده بتاع الحيطة بس هو مش مديك المسافة الرأسية دي او هي هتدخل في البير من مسافة كام. فانا باجي عند الميل ده باخد الميل وبزود 0.5 متر ادخله في البير، يعني طول الحيطة مفروض ان هو الحسبة اللي انا حسبتها للميل ده بالاضافة ل0.5 متر، باجي ازود 0.5 متر واقفل الحيطة عندي. طيب بالنسبة للحيطة في الداون ستريم نفس الكلام، هو بيبقى مديك الطول بتاعها، فانت هتلاقي ميل بعدين مسافة افقية هو بيبقى معطى ليها، بعدين ميل تاني واحد لواحد، بعدين الادمة دي اللي هي اخر 0.5 متر هو بيبقى مديك الابعاد. الميل ده انا بقفله بكيرف زي ما انت شايف هنا، فبيبقى ده ميل واحد لواحد وبيتقفل بكيرف عشان يوصل للميل ده اللي هو واحد لواحد برضه. طيب بعدين بترسم عندك، احنا قلنا الحيطة 3 اجزاء، او بستريم وينج وول والاباطمنت هنا تحت الاتربة مش ظاهر والداون ستريم وينج وول ظاهرة. الحيطة في الهاف ايرث ريموفد الناحية التانية مفروض ان هي هتظهر كاملة بتفاصيلها، يعني الاباطمنت اللي بيشيل القرش وبيشيل الاتربة وده اللي برضو الوينج وول في الاب ستريم والداون ستريم اللي بيشيلوا الاتربة، التفاصيل بتاعتهم كلها ظاهرة. لازم تراجع المحاضرة عشان تعرف ترسمها. طيب خلاص هتلاقي نفسك رسمت معظم تفاصيل البلان، فاضل بس فينيشنج. اخر حاجتين قلنا بيظهروا لنا اللي هي السلالم. انت عندك بيبقى فيه سلم وصل لك تقريبا هنا من منسوب 9.5 ولغاية هنا 14، وانت عندك معطى السلالم تقريبا 25 سنتي، فانت هتقول ان انت عندك منسوب 14 ناقص منسوب 9.5، هتشوف المسافة دي تقسمها على 25 سنتي هتشوف كام سلمة. مفروض ان انت ده ميل واحد لواحد، فهتشوف مفروض يظهر لك كام ستيب كام خط، وكل المسافة ما بين الخطين 25 سنتي. طيب يبقى ده عندك سلم بيوصلك ما بين البيد والبيرم. هتلاقي نفس الكلام الناحية التانية برضو قبل المنشأ وبعد المنشأ، يعني في عندك سلالم بتطلعك لكل المستويات. ادي في الاب ستريم سلم بيطلعك من البيد للبيرم، وسلم تاني بيطلعك من البيرم للرود.
الداون ستريم عندك برضو سلمين نفس الكلام، ده ميل واحد لواحد وده ميل واحد لواحد، كل الميول اللي في البلان ده هو مديها لك واحد لواحد، فانت كلها هتحسب عندك كام سلمة هيظهروا لك في البلان، وكلهم هيظهروا 25، مسافة ما بين كل خطين 25. طيب خلصت، هتلاقي نفسك خلصت كل تفاصيل رسم البلان، هتعمل فينيشنج لما تعمل انديكيشن الميول وتكتب المناسيب وكل الكلام ده. اخر حاجه بترسمها في البلان اللي هو التدبيش، المفروض انا قلت بستخدم تدبيش للميول، فكل ميول عندك كل الميول في البلان هتعمل لها تدبيش، بالاضافه لقاع المجرى المائي عندك او البيت، بعمل مسافه معينه قبل المنشا وبعد المنشا، بعمل تدبيش عشان احافظ على المنشا نفسه. فانت بيبقى المسافه اللي قبل وبعد دي بتبقى معطى، واللي انت بتاخد موازي لكل الميول على بعد نص متر. طيب الخط المائل ده اللي انا بقى في بيه التدبيش بيبقى مائل بزاوية 60، يعني الزاوية دي 60، فانت مفروض ان انت مثلا من نهاية الكوبري ده هتاخد اللي هي المسافة اللي هو مديها لك 8.75، تطلع رأسي على بعد نص متر من الميل، امشي المسافة الأفقية اللي هو مديها لك واطلع بزاوية 60 وخد موازيات نص متر. هتلاقي التدبيش هنا اللي هو نص متر قفل مع الحيطة، مش احنا قلنا الحيطة هنا انا بدخلها مسافة نص متر في البير، فنص متر قفلت مع التدبيش اللي هو نص متر. برضو نفس الميل ده واحد لواحد هتاخد موازيات، ميل واحد لواحد سوري مسافة نص متر هتاخد الموازيات، تيجي عند المسافة دي هو مديها لك ان هي من فوق نازلة 2 متر، فهي هتنزل بزاوية 60 سوري هتنزل بزاوية 30 او تطلع من هنا بزاوية 60. هتقفل كل التدبيش عندك، وبعدين هتاخد الكوبري في انت المشاية او الرصيف دي 1 متر، تعمل خط 1 متر الناحية دي وخط 1 متر الناحية دي، وتبقى انت كده خلصت رسم البلان وبتبدأ تستنتج منه الاليفيشن والسايد فيو. طيب في حاجة تانية نسيت اقولك عليها في البلان، الحيطة زي ما هي بتاخد شكل الميول بتاعتك بتاخد برضو نفس المناسيب بتاعت الترعة، يعني انت ادي مفروض ان انت عندك الحيطة داخلة في البيرم مسافة نص متر، هي على منسوب كام؟ على منسوب البيرم برضو، يعني الحيطة دي على منسوب 14، بعدين طالعة بميل واحد لواحد لمنسوب 16 اللي هي منسوب الرود، هتنزل بميل واحد لواحد وتاخد نفس المسافة الأفقية على منسوب 14، وتنزل بميل واحد لواحد وتاخد الأدمة دي اللي هي على ارتفاع نص متر من البيت. يعني لو جينا رسمنا الحيطة كده لو بصنا لها في الإليفيشن هنلاقي أدي منسوب قا اللي هو على منسوب 9.5، الحيطة في الجزء ده هي طالعة بمنسوب البيرم اللي هو 14، بعدين ميل واحد لواحد لمنسوب 16، ميل واحد لواحد منسوب 14، بعدين نازلة بميل واحد لواحد سوري آخر جزء ده، بعدين هي بتنزل الأدمة دي اللي هي بارتفاع نص متر عن البيت. تمام، ده شكل الحيطة سواء يمين أو شمال. تاني مطلوب عندك اللي هو داون ستريم سايد فيو، بعد ما بترسم البلان بتستنتج منه السايد فيو. داون ستريم يعني الجزء ده، فانت هتبص كده وترسم على ايدك الشمال السايد فيو، ما طلبش سيكشن فكل حاجة عندك هتظهر اسقاط. الجزء ده بتاع الأتربة هيظهر إسقاط زي ما شرحنا في محاضرة الأعمال الترابية، وبالنسبة للحيطة برضو هتعرف التفاصيل بتاعتها وتعمل لها إسقاط. الجديد عندنا في المحاضرة دي اللي هو المنشأ نفسه اللي هو الأرش بريدج، ولو إنه مش جديد قوي لأن إحنا شرحناه في محاضرة الأرش، بس خلينا نعرف التفاصيل. انت مفروض ان احنا حوالين السنتر لاين الجزء ده نفس الجزء ده بالظبط، بس الجزء ده عليه الأتربة والجزء ده شلنا منه الأتربة. ايه الفرق؟ ان انت لما شلت الأتربة من القاع ظهر عندك القاعدة الخرسانية، بس هو ده الفرق. خلينا بس ازاي نعرف نرسم التفاصيل دي، لو جينا كبرنا الجزء ده عشان نرسمه، ادي جزء المنشأ اما كبرناه وقلنا ان ده عندك بالأتربة وده من غير الأتربة، فظهرت عندك القاعدة الخرسانية. هو مديك ان سمك القاعدة الخرسانية بتاعتك 1 متر، فانت لما تعمل لها اسقاط انت عارف بدايتها ونهايتها من البلان والارتفاع ده 1 متر. طيب تيجي عندك المنشأ نفسه، هو 3 فتحات على شكل قرش، كل فتحة عندك الاسبان ده 5 متر. انت لو رسم البلان صح انت كل الخطوط دي هتعمل لها اسقاط،
التفاصيل اللي انا عايزه اوضحها لك، بس ان انت اللي مش هيبقى باين عندك يعني في البلان، اللي هو ازاي ترسم القوس ده. في محاضره القرش قلنا بنحدد القوس بناء على الزاويه والسبرينج ليفل او المستوى اللي ببدا منه ارسم الكيرف. هو مديهولك هنا 13 ونص، فانت عارف ان المسافه دي 4 متر والزاويه دي من السنتر لاين 45 و45. هتحدد المركز وترتكز بالبرجر من 13 ونص وترسم الكيرف بتاعك او القرش. طيب البغلة عندك بتقف فين؟ بعد ما رسمت الدايرة البغلة بتوقفها عند نهاية القوس، يعني الخط ده ماشي مع أعلى نقطة في القوس. طيب ايه تاني؟ مفروض ان انت عندك البير، ليه انا عاملاها خطوط كده؟ لو تفتكر ان انت عندك في محاضرة القرش قلنا الجزء اللي بيبقى كيرف كده، عشان ابين في الرسم ان الجزء ده منحني بعمل انديكيشن كيرف. انديكيشن الكيرف بيبقى عبارة عن خطوط بالطول، فانت مفروض ان احنا الكيرف بتاع البغلة، مفروض البغلة عندك بتنتهي بنص دايرة شكلها كده، فانت لما تيجي تبص الناحية دي كده مفروض ان انت تبين ان المنطقة دي عبارة عن كيرف. فهتبينها ازاي؟ بان انت تعمل خطوط بالطول، هي يعني بالنظر كده مسافة 1 ملي 2 ملي، وتعمل خطوط عندك في المسافة اللي هي 1 متر دي او عرض البيرم، ان انت تبينني ان المنطقة دي كيرف. طيب تيجي عندك هو طالب سيكشن ابستريم، ابستريم يعني انت في الجزء ده. طيب طالب السيكشن فين؟ 1 2 3 4، 1 2 هتلاقي ادي 1 2، هو مش اخد سيكشن، فانت الجزء ده هيبان اسقاط، هو نفسه بالظبط اللي باين لك في الاب ستريم، يعني الجزء ده مش هتلاقيه اختلف عن الاب ستريم، هو نفسه. تيجي بقى 3 4، 3 4 من السنتر لاين، شايفها ادي 3 4، فهو كده اخد سيكشن في القرش نفسه، في القرش وفي الحيطة، فانت المفروض ان انت هيبان لك التفاصيل بتاعة القرش والتهشير بتاعها والحيطة والاستبات بتاعتها دي نفسها بالظبط اللي احنا شارحينها في المحاضرة بتاعة القرش بريدج، فانت ارجع لها هتعرف ترسم التفاصيل دي. انت كده خلصت رسم البلان، خلصت رسم الداون ستريم سايد فيو اسقاط، الاب ستريم سايد فيو هو طالب سيكشن، سيكشن مرحل، يعني مش سيكشن في السنتر لاين، لا سيكشن مرحل. 1 2 ده اسقاط، فهو ما اختلفش عن الداون ستريم. وفي 3 4 هو اخد سيكشن في النص، فهو مفروض ان هو عامل قطاع في القرش نفسه، عشان كده التفاصيل بتاعتي ظهرت. بيفضل عندك رسمة الاليفيشن، هو طالب منك سيكشن اليفيشن، هنا طالبه بي بي عند المنطقة دي، اوقات كتير بيطلبوا عند سنتر لاين، فانت شوف على حسب هو طالب منك مكان السكشن فين وايه اللي هيظهر عندك. طيب هو طالب مكان السكشن اليفيشن هنا عند البي بي، فهو قاطع في المنشأ نفسه او في القرش نفسه، وكل الجزء ده عندك هيظهر اسقاط. طيب بالنسبة للأتربة نفس اللي كنا بناخده في الأعمال الترابية، الجديد عندنا جزء المنشأ برضو هنكبره ونعرف التفاصيل بتاعته، بس قبل ما نكبره هنعرف التفاصيل الزيادة اللي ظهرت. هتلاقي ايه اللي ظهر عندك جديد في الأعمال الترابية؟ السلم، السلمين دول هما دول اللي هيظهروا عندك، وقلنا هتحسب عدد السلمات، وبما انه ميل 1 لـ1 فكل خطين ما بينهم مسافة 25. بعدين اللي ظهر عندك التدبيش، التدبيش هنا عند السنتر لاين مفروض ان هو هيظهر تحت، احنا مش قلنا ان قاع هنا احنا عاملين تدبيش لمسافة معينة، هو هنا هيظهر عندك، لان انت لما تيجي تبص كده هنا اتربة، هنا تدبيش، هنا اتربة، انت باصص كده تدبيش سوري اتربة، تدبيش اتربة، هتيجي عندك في خط هنا من البداية، ادي انت عارف بدايته فين، تسقط بدايته ونهايته من البلان. قلنا لما تيجي تاخد عندك قطاع فيه في التدبيش مفروض ان هو بيظهر مربعات نص في نص، والخطوط بتاعته 45 كل طوبة عكس الطوبة اللي جنبها. طيب ده بالنسبة للتدبيش بتاع القاع، هو قاطع فيه هنا عشان شايل الاتربة في النص ده. طيب التدبيش بتاع الميول مفروض ان هو ظاهر لك اسقاط،
ايه اللي هيبان لك؟ هل اللي هيبان لك الخطوط اللي هي باينه في المستويات الافقيه دي؟ لا، هي داخله يعني الخطوط دي اللي انت خدها موازيات دي في المنسوب الافقي، فهي مش هتبان، هي منطبقه على المستويات الافقيه اللي انت عاملها. اللي هيبان لك اللي هو نهايه التدبيش اللي انت عامله بميل زاويه 60، الخط ده والخط ده هما اللي هيبانوا لك. لما تيجي تعمل لهم اسقاط هما مش هيبان، مش يعني زاويه التدبيش نفسها مش هتبقى 60، هي بتبقى في البلان 60، لكن لما انت تيجي تعمل لها اسقاط مش هتبقى 60. طيب التدبيش بدايته ونهايته عبارة عن 3 نقط او 4، ادي نقطة، ادي التانية، التانية دي على نفس الخط بتاع التالتة، يعني الاتنين دول بيبقوا ماشيين مع بعض، ودي الرابعة. طيب هتسقط اول نقطة اللي هي دي، تاني نقطة وتالت نقطة اللي هي دي، وتوصل ما بينهم اللي هو الخط ده. طيب تالت نقطة اللي هي على منسوب الرود، ادي هتسقطها وتوصل ما بينهم اللي هي دي. فيبقى انت كده عملت انديكيشن التدبيش. تيجي الناحية التانية برضو 4 نقط، نقطتين في الميل اللي هو 1:1، النقطة دي على منسوب 9.5 لان هي على البيت، والنقطة دي على منسوب 14. فلما تيجي تسقطهم، ادي اسقطت النقطة دي على منسوب 9.5 والنقطة التانية على منسوب 14، وقلنا النقطة دي هي نفسها النقطة دي هينطبقوا على بعض، وهما الاتنين على منسوب البيرم 14، وتوصل ما بينهم. الزاوية دي مش 60، هي في البلان 60، بس لما تيجي توصلها في الإليفيشن مش 60. والنقطة دي على منسوب الرود اللي هي 16، تيجي تعمل لها إسقاط وتوصل الخط التاني. فيبقى انت كده وقعت التدبيش سواء في القاع فانت ماخد فيه سيكشن، او المفروض ان انت عامل له اسقاط في الميول. المفروض ان كل المنطقه دي انت بتعمل انديكيشن، يعني هي مش انديكيشن تدبيش، هي مش باينه في الرسمه، بس انت بتعمل اللي هي خلايا النحل دي، مش بتملى، هي المفروض المنطقه كلها دي فيها تدبيش وكل الميول دي، بس احنا بنعمل انديكيشن كده بسيط في البدايه يعني على الحدود بتاعتي. طيب نيجي بقى الجزء المنشأ نفسه، ازاي برسم التفاصيل بتاعته. لو رجعنا لمحاضرة القرش وجينا للسكشن إليفيشن في القرش، يعني أنا لو قطعت في القرش بالطول، قلنا إن القرش عندك بيبدأ بيبان في الإليفيشن مستطيلين، جزء اللي هو التخانة اللي هو الإن اللي هو السكنس ده، وده هو مدهولك في المسألة 51 سنتي. المفروض إن أنت عندك الجزء التاني اللي هو بتاع الكيرف، أنت باصص كده في الإليفيشن وأخد قطاع في القرش، فأنت الجزء الـ AC ده عشان أنا أبين إن الجزء ده كيرف، قلنا بنعمل خطوط بالطول. طيب المسافة دي أستنتجها إزاي؟ لو أنت رسمت السايد فيو وخلصت، المفروض إن أنت عندك خلاص رسمت قوس، فأنت تقدر تقيس المسافة دي اللي هي من القاع عندك لغاية نقطة C، تقيس المسافة دي وتوقعها عندك في الإليفيشن، هتبقى أنت عملت الخطوط دي. او انت عندك من السبرينج ليفل، من نقطة A دي السبرينج ليفل، هو مديها لك في المسألة 13.5، فانت مفروض من المسافة اللي انا بعمل فيها الكيرف دي ممكن ناخدها 2/10 في الاسبان، الاسبان هو 5 متر مديهولك، فانت تيجي دي عندك ده منسوب 9.5، تيجي عند السبرينج ليفل 13.5، 2/10 في الاسبان، وتطلع المسافة دي وتعمل انديكيشن كيرف خطوط كده بالطول، بعدين عندك تطلع 51% اللي هو السكنس، ويبقى انت كده رسمت القرش بتاعك. طيب ادي تاني، ده جزء اللي انا رسمته في السايد فيو، وهستنتج منه المنشأ في الاليفيشن. طيب يبقى انا عندي 9.5 منسوب البيت، اول حاجة المنسوب اللي انا عايز ارسمه اللي هو السبرينج ليفل، خلاص يبقى انا عندي ادي السبرينج ليفل، الخط ده انا عارفة المسافة دي هي نفسها دي، وانا عارفة يبقى اعرف اوقع المنسوب ده. تاني منسوب عندي اللي هو نهاية الكيرف، نهاية الكيرف اللي هو ده، يا اما اقيس المسافة دي واوقعها هنا، يا اما اخدها 2/10 في الاسبان. طيب بعدين هتاخد عندك التخانة اللي هي 51%، بعدين احنا قلنا بنردم بالاتربة لغاية ما اوصل لمنسوب الطريق اللي هو 16. طيب انا مفروض ان انا عندي قلنا ببني السور، فبطلع بالطوب ده بارتفاع 1 متر للسور، يعني بارتفاع 1 متر فوق الطريق، فانت مفروض لو الطريق 16 منسوب نهاية السور يبقى 17، ده
تمام، وبيبقى زي في درابزين كده او دروة فوق، يعني المفروض ان دي بتبقى ربع متر، فده 16، ده 17، دي 17 وربع. خلاص كده دي التفاصيل بتاعة المنشأ نفسه. تيجي بداية البير ونهايتها، مفروض ان انت عندك البير نفسها لو تفتكر كانت مرسومة في البلان كده نص دايرة، لما تيجي تبص لها كده مفروض ان انت تبين ان ده في انديكيشن كيرف، فنفس الكلام هنا هعمل خطوط بالطول. ده مفروض يبقى الشكل النهائي للوحة بتاعتك، البلان فوق السكشن اليفيشن والاتنين سايد فيو اب ستريم وداون ستريم. طيب اللي انا نسيت اقوله لك بس ان الخط ده في الاسقاط بتاعك اللي هو بيبين السور من فوق، اللي هو قلنا على منسوب 17 او 17 وربع، فانت لو رسمت خط على منسوب 17 مفيش مشكلة، اللي هو اعلى من الطريق عندك بواحد متر، او لو رسمت خطين عشان تبين اللي هي الايد بتاعة السور دي اللي هي على منسوب 17 وربع برضو مفيش مشكلة. طيب من الشرح انت مش هتبقى فاهم 100%، ايوة التفاصيل كتير، لازم ترسم بايدك ولازم تسأل على كل التفاصيل اللي واقفة معاك عشان تعرف تستنتج المساقط بتاعة الأرش برنج، فالموضوع مش صعب بس لازم تاخده واحدة واحدة وتركز في التفاصيل بتاعته. المحاضرة الجاية إن شاء الله هنبتدي في رسم الكالبرت اللي هو تاني منشأ عندنا من منشأة الرأي.